الرحمن عامر ابراهيم من محافظه بني سويف، الصف الثاني الاعدادي، مدرسه سان مارك. انا هشام سيد احمد من محافظه بني سويف، الصف الثاني الاعدادي، عندي 14 سنه. احنا عاملين مشروع عن تحويل الاكسجين لكهرباء عن طريق اضافه لي السيليكون والهيدروجين فيول والهيدروكلوريك اسيد، وهنخليه يطلع كهرباء بحيث انه يشحن اي بطاريه يشوفها قدامه باي طريقه. وده طبعا هيفيد البيئه ان هو يقلل المخاطر الحرائق، انه يقلل التلوث في البيئه، يقدر كده يستخدم الاكسجين بدل ما هو بستخدمه للتنفس بس، لا انا دلوقتي بستخدمه في ان انا اولد بيه كهرباء، فبالتالي سعر الكهرباء بدل ما بندفع فيه مبالغ كتير لا المبالغ هتقل، وشركات الكهرباء ممكن تفتح في كذا مكان بتكلفه اقل. انتوا قطعتوا خطوات قد ايه في المشروع؟ شهر او يعني عملنا فيه حاجات كتيره جدا، بس ناقص اللي هو ناقص حاجه صغيره جدا وخلاص. ايه اللي ناقص معاكم لسه في الشغل العملي؟ احنا خلاص نطبق الموضوع على طول، ان احنا ندخل الكهرباء وخلاص. والمسابقات اللي بتشتغل فيها؟ ابن الهيثم ان شاء الله قدمنا، وان شاء الله في كاس مصر هنقدم النهارده. طيب ابن الهيثم مسابقه عالميه؟ اه.